السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وداري مع هند. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم تيبان او كرواسه مالحه كتجي جديده بزاف بنينه، ما تشبعوش منها وكتجي مورقه، وكنوجدوها في واحد الوقت اللي كيكون هكا قياسي، يعني ما كتطلبش منا بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود. نتمنى انكم تجربوها، فعلا كتستحق التجربه. وندوزو بسم الله على بركه الله للمكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات، عندي هنا الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، تقريبا استعملت 300 غرام اللي هي 3 الكيسان بالعبار ديال كاس العنبه. غنضيف لهم معلقه ديال الخميره الفوريه والمعجونه اللي متوفره لكم، وغادي نضيف السكر. دائما السكر يمكن لكم تعوضوه بالعسل. غنضيف تقريبا هنا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الخل، كيخلينا المعجنه ديالنا كيجيو هشاش. وغنضيف قبيصه ديال الملحه، كيف ما راح تضيف شويه ديال الماء دافي هكا باش كتفعل ليا ديك الخميره مع السكر. غادي نضيف هنا جوج المعالق كبار ديال الحليب بودره، هنا كيف ما راح تضيف اربعه اللي صغار اللي هما جوج كبار ديال الحليب بودره. ومن بعد غادي نعجن العجين ديالي عادي بالماء دافي، لانني ما عنديش الحليب السائل ودرت الحليب بودره، وغادي نعجن بالماء اللي يكون هكا دافي. لا عندكم الحليب وما عندكمش حليب بودره، يمكن لكم تعجنوا بالحليب يكون هكا دافي باش دغيا تفعل لنا الخميره ديالنا. صافي كيف ما لاحظتوا كنجمع العجينه ديالي مزيان، حتى كنجمعها ما كتاخذش منا بزاف ديال الجهد، او ضروري اننا نعجنوها او ندلكوها، ماشي ضروري اننا نديروا لها عجانه او ندلكوها بيدينا. صافي كتكون هكا شاده فراسها شي شويه، وغادي نغطيها كبلاستيك غذائي ونخليها تخمر. بما ندوزو نحضروا الحشوه. صراحه هاد الكرواسون اللي كيجي هكا مالح كيجيو زوينين، ما كيخمروش بزاف ديال المرات. غير ندوزو نحضروا الحشوه وتبرد، صافي مباشره كنورقوهم كنخدموهم وكندخلوهم هكا يطيبوا، كيجيو صراحه زوينين بزاف، مورقين وهشاش. صافي هنا غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونحاول انني نلبسو ليها مزيان باش ما كيدخلش ليها هكا الهواء، باش ما ديرش لينا ديك القشره، ونغطيها هكا بواحد المنديل ونخليها على جنب وندوزو نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه ضروري هكا الخضار باش كنستافدوا من القيمه الغذائيه ديالها. استعملت واحد الحبه من الفلفل الاحمر وحبه من الفلفل الاخضر، الفلفل اللي كيكون هكا حلو. درت واحد البصله اللي شلطتها، واحد الحبه ديال الكورجيت، وحبه ديال الجزر، يعني حبه حبه من كل شيء، اللي حاولت انني هكا نفرمهم بالاله اللي كنفرموا بها الخضار. من بعد ضفت لهم هكا القليل من زيت الزيتون، يمكن لكم تستعملوا زيت نباتيه او تستعملوهم بجوج. كنضيف القليل من الملح، ودائما الملح كتبقى على حسب الذوق ديالكم. وغادي نضيف هنا الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال سكينجبير كتوابل، وشويه ديال الابزار. صافي غادي نحاول انني نخلط العناصر مزيان حتى كينسجموا لي هكا وكيتقلاو ليا على عافيه اللي كتكون مرتفعه، باش الخضر ديالنا ما كتطلقش لينا الماء وكتبقى لينا واحد المده باش هكا كطيب. يعني ملي كتكون العافيه مرتفعه ومقله ما كتلصقش، اكيد الخضره ديالنا دغيا كطيب لينا، ما كتاخذش لينا بزاف ديال الوقت. من بعد ضفت ليها واحد 125 غرام ديال الكفته. هنا الكفته ماشي ضروري تستعملوا اللحم، يمكن لكم تستعملوا لدند، يمكن لكم تستعملوا الصدر ديال الدجاج، يمكن لكم تستعملوا الكفته ديال الدجاج اللي متوفره لكم تستعملوها، يمكن لكم حتى تستعملوا علبه ديال الطون. يعني حتى كيطيبوا لكم هذه المكونات كلها وكتطفيو عليها، عاد من بعد هكا كديروا واحد العلبه ديال الطون اللي كتكونوا تصفيوها من الزيت وكديروها، ماشي مشكل اللي كان هكا نقضيو به، يعني اللي متوفر لنا في البيوت ديالنا نقضيو به خصوصا في هاد الظروف. يعني ماشي ضروري انكم ديروا كفته هكا ديال اللحم. كيف ما لاحظتوا انا عندي مجمده، يعني ما خرجتهاش هكا من المجمده على قبل، لهذا غادي نبقى مستمره هكا كنفرتت فيها. راه دغيا كتفرتت لينا، ما كتاخذش نهائيا بزاف ديال الوقت، خصوصا في ديك الحراره ديال الخضار دغيا كتفرتت، وما كنحيدش على يدي، يعني كنبقى نحرك وندي ونجيب هكا حتى كتلبس ليا بديك العطريه حتى هي وكتشربها وكتلدد وكتقلى لينا هكا مزيان وكتفرتت ليا. يعني ماشي غير نقولوا الكفته هكا مكونجليا خاصه حتى تلق راسها عاد من بعد نديروا حشوه، لا يمكن لكم هكا ديروها راه دغيا كتلق راسها. صافي بعد ما الحشوه ديالي يعني تلقات ليا الكفته راسها وانسجمت مزيان مع العناصر، خليتها هكا على جنب حتى ترتاح، وغادي ندوز مباشره ناخذ العجين ديالي نخرج من هذاك الهواء او الغاز اللي كيكون هكا فيها ونقطعها على كويرات. يعني تقريبا غنديرها على ثلاثه الكويرات. حاول انني نقادهم، الا كان من
ضروري انكم تستعملوا هكا الدقيق، استعملوه الا كانت العجين عندكم ما كتلصق، ماشي ضروري، الاحسن ما نستعملوش هكا الدقيق باش ما كيزيدش يدخل لينا في العجينه وكيدقصهم، كيخليهاش هكا تجي مورقه وتجي زوينه، حتى كنبيوها كنبسطوهم بالمدلك. صافي هنا بعد ما شكلتهم على ثلاثه ديال الكرات، خديت اول كره، كنحاولوا غير عينينا ميزاننا اللي بغى يعبرهم في الميزان ومتوفر لها الميزان، يمكن لكم تعبروهم ماشي مشكل، ما متوفرهاش بغات انها تخدمهم غير هكا. خديت عيني ميزاني قد ثلاثة ديال الكويرات وخديت المدلك ونحاول انني نبسطهم هكا بالقليل من الدقيق. حتى كنقدهم وكنعطيهم الشكل اللي كيكون هكا دائري، يعني من الاحسن انكم تعطيهم هكا شكل دائري باش من بعد ملي كنورقوهم كيجيونا ساهلين في التوراق. صافي كنبقى مستمره هكا حتى كنبسط العجين الاولى، وكنبقى مستمره حتى كنكمل كاع هاد الكويرات اللي عندي، يعني كنبسطهم وكنحاول انني كنعطيهم شكل دائري كيف ما لاحظتوا. كنتاكد من العجين ملي كنقلبوها، السر ديال اننا كنقلبوا العجين من جهه الاخرى هو اننا كنتاكدوا ان الدقيق كيكون بالكميه باش ما كتلصق ليناش نهائيا، باش ماشي حتى كنبسطوها وفي الاخر كتلصق لينا وكنهزوها، يعني ضروري وانا كنقلب وانا كندلك كنأكد عليها باش هكا كنتأكد من أن العجين كتبقى ليا. من بعد ما ورقت ثلاثة الكرات كلهم، كنحاول كناخد كل وبين كرة وكرة بعد ما بسطها كناخد القليل من الزبدة الخاصة بالتوريق كنحكها وكندير الكرة الأخرى، كنكمل هكا حتى كان الطبقة الأخيرة هي اللي مكنديرش فيها. من بعد كنبسطوها، كنعتذر على داك المقطع اللي كان تحذف ليا، يعني راه جد الفكرة واضحة. كناخدو واحد القطعة ديال العجين كنحك الزبده هكا مزيان فوق منها، وكنضيف القطعه الاخرى كنحك عاوتاني الزبده فوق منها، وكنضيف القطعه الثالثه. بالنسبه للقطعه الثالثه اكيد هذه كتكون بدون زبده. الحشوه عندنا بعد ما بردت صافي كنضيفها، كنحاول انني كنقسمها وكنوزعها على جميع الحبات اللي عندي كيف ما لاحظتوا. هنا وحده ما ضفتش ليها نهائيا، هي هذه هي اللي غنخلي باش ندير بها داك التزيين اللي كيجي هكا على شكل ورده، وكنحاول كنجمعها بكل سهوله، وكنحاول غير بشويه وبالمهل باش هكا الحشوه ديالنا ما كتخرجش، ضروري كتبقى هكا كتبان من الجنب ماشي مشكل. بغيتو تستعملوا هنا كاضافات الزيتون المقطع، بغيتو تستعملوا الجبن يعني موتزاريلا او الجبن الاحمر ماشي مشكل. كيف ما لاحظتوا قطعتهم بالقطعه الخاصه بالشبكيه، لان فعلا كتعطيهم هكا داك المنظر اللي كيكون هكا زوين بزاف من الجناب. اللي ما توفراش ليها يمكن لكم تقطعوهم بالسكين قطعه ديال البيتزا، انا فقط فضلت انني نقطعهم هكا بديك القطاعه، كيجي المنظر ديالهم صراحه زوين وكيجي هكا راقي وكيجي الشكل ديالهم مغاير. كنبقى مستمره حتى كنكمل الحبات ديالي كاملين وكنديرهم في صفيحه ديال الفران، يعني كنحاولوا اننا كنبعدوهم هكايا بعد ما درناهم في صفيحه ديال الفران، وناخذ ديك القطعه هكا اللي خليت ديال العجين كتزين، يعني الا متوفر لكم اكيد هكا تزينوهم باش كيجيو زوينين وكيجي شكلهم ديالهم راقي. كناخذ هكا حبات من هاد القطاعه ديال الورده وكنديرهم هكا وكنثبتهم بواحد القرنفله، صراحه حتى القرنفل بعد ما هما كيطيبوا كيزيد كيعطيهم واحد اللذه في ديك الرائحه ديالهم، كيجيو صراحه لذاد بزاف وكيجيو زوينين. صافي كيف ما لاحظتوا كنبقى هكا حتى كنثبتو مزيان، ونحاول انني ندهنهم، يعني ما كانش عندكم شي ضروري انكم تثبتوهم، غير ملي تدهنوهم هكا اكيد البيض كيتثبتهم منين، يعني بالنسبه لدوك الجوانب اللي كيبقاو لنا العجين. خديت هنا واحد البيضه مع قطرات من لاصوص الصوجا، دائما لاصوص الصوجا كتعطينا واحد اللون اللي كيكون هكا جميل المعجنات ديالنا، وغادي ندهنهم الفوق، ندخلهم الفران على 180 درجه، نشعل عليهم غير من الفوق حتى كيتحمروا لينا مزيان وكيطيبوا. بالنسبه اللي عندها الفران هكا الكهربائي بالنوعيه هكا ديال المعجنات، من الاحسن انها تخدم ليها المروحه باش هكا كيجيونا محمرين من الجنب، واللي عندها الفران ديال الغاز تخدموا حتى كيسخن مزيان مزيان، ودخلهم طفي عليهم من الفوق حتى كيطلعوا هكا وكيتنفخوا كياخذوا الحجم ديالهم، ونحمرهم غير شي شويه من الفوق كيجيو الشكل ديالهم كيجيو صراحه زوينين بزاف، مقرمشين ومورقين في نفس الوقت، وكيجيو هشاش هشاش رطبين بزاف، وديك الحشوه كتجي لذيذه لذيذه ومعلكه، خصوصا ان فيها كخضر وكيجيو محمرين. نتمنى انكم تجربوا وتخليوا لي اراءكم وتعاليقكم اللي كتحفزني،
خليتكم على خير وخليت لكم الراحة.